انطلقت يوم أمس على الساعة 11 في حدود الصباح كانوا قدروا وصلوا ل 18 متر. العدد الإجمالي اللي خصهم يوصلوا ليه هو 34 متر. كانت تدخلات مسؤولين قوية. حاليا هذا خبر ولكن فيه نقاش ما عندناش فيه الأكيد. هذا خبر ما عندناش فيه اليقين بشكل كبير أنه حوالي 6 أمتار اللي كتقربنا الريان. مسألة أخرى الداخلية بجميع الأجهزة ديالها وحتى رجال الدرك رجال القوات المساعدة وشركات خاصة، هنا كطرح علامة استفهام. لم يكن هنا برلماني المنطقة ولم يكن في المكان منتخبي الجماعة اللي بطبيعة الحال هم المسؤولين على الشأن المحلي. هذه علامة استفهام. وهنا كنشوفوا أمور أخرى. هذا الغياب التام لماذا؟ ريان هو ابن المغاربة في المغرب وخارج المغرب. يجب علينا أن يكون تكتل الجهود بيننا من أجل الوصول للهدف اللي بغينا. رجال الإعلام الحمد لله كيوصلوا الخبر بصدق وبأمانة كل حسب المجال دياله، ولكن هناك بعض الفئات لهم رأي آخر. المسألة الثانية المقترحات اللي كانوا أنه ممكن يتم التنقيب على بعض الشباب اللي لهم مواصفات خاصة كشاب مثلا نحيف الجسم ممكن يدخلوه البئر من أجل إنقاذ ريان، إلا أن القرار النهائي لا، حتى لا يتفاقم الوضع أو إذا تم لا قدر الله شيء سلبي ذاك الطرف اللي هو دخل في إطار باش ينقذ ريان تيتفاقم الوضع. هذا موضوع ديال الرأي العام. ريان المغاربة في المغرب وخارج المغرب وكذلك مجموعة من الدول متبعين القصة ديالو، ولكن حدود الساعة بعض المعلومات ماشي موثوقة بشكل كبير. نحن على بعد 5 أو 6 أمتار الريان. هنا فين وصلنا؟ المجهودة تكلمت عليها، القرار النهائي أنه ممكن تدخل حتى شي واحد البئر إلا بهذه الطريقة. كذلك إضافة أنه تم حاليا حضور يمكن المخرجين والكاميرامان يوضعوا في الصورة وتقنيين متمكنين في المجال. الدور ديالهم هو القياس بدقة والطريقة الخرائطية لتبيان زاوية المكان اللي كيأدي بشكل مباشر الريان. يعني متمكنين في الخريطة، متمكنين في المسافة، متمكنين كذلك في الأمطار. هادو مهندسين ديال الدولة متخصصين من أجل إلا كتب الله عز وجل وتنقض ريان يكون بطريقة اللي غادي يتم بها نوصلوا لهاد 34 متر. لأن كما قلنا اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، البئر فيه 33 خصهم هما يديروا 34 حتى 35 باش من هاد 2 متر يدخلوا يخرجوا ريان. لأنه القاعدة ديال هاد البئر أنه الشكل ديالها غدا كالضياق، يعني بشكل من الفوق ديالها حتى الاخر، وهذا ما صعب المأمورية بشكل كبير. في الأول الحلول اللي ارتأوا لها الشركات بطبيعة الحال تقنيين لهم من المجال ما يكفي لبرورة ما هي المنهجية المحكمة حتى يتم الاحتواء الأزمة وإنقاذ ريان. هذا هو الشعار. إلا كان سي مصطفى شي سؤال أنا معك. السؤال اللي كاين أستاذ يوسف هو تكلمتي على غياب ديال البرلمانيين المنطقة. لا برلمانيين لا منتخبين. وما بانت لكمش أعتقد بأنهم كنتوا تضعوا الصورة هنا ما كاينش حتى شي صورة فيها جيم ديال الجماعة. وهذا واقع الحال، وهادو فئة مصوت عليهم الشعب وهم مسؤولين على الشأن المحلي. واللي كنقولها والرأي العام كنكونوا مع واضحين هو دور الدرك الملكي بشكل كبير ليل نهار. كاينين رجال ديال الدرك هنا اللي ما حيدوا صباطهم من الاخر. قوات المساعده الداخليه بجميع الاجهزه ديالها مسؤولين شركه خاصه، ولكن دور الناس اللي صوت عليهم الشعب هذه علامه استفهام. تفضل.
كاين انعدام ماشي الغياب، حيت الا قلنا غياب راه كاين فيهم واحد حضر، هو انعدام ما فيهم كاين حتى واحد، ما كاين فيهم حتى واحد. إذن كذلك هناك الباء، تكلمتي الان على سته ديال الامتار اللي باقه قبل قليل، واش كتظن بانه اذا تكلمنا على كل ساعه كل ساعه كيضربوا فيها متر مربع ديال الحفير، واش كتظن بانه من قبيله الان من 12 متر الان ولات سته الامتار، شو ما تكناو على شويه غريبه شويه غير باش نعم اعتقد بانه العمليه ديال الحفر بدات يوم امس في 11 ديال النهار، إلا وصلنا للتوقيت الآن ديال اليوم كملنا 24 ساعة، هادي ما فيهاش النقاش. إلا خدينا المدة الزمنية مربوطة بالعدد الأمطار اللي قدرنا نوصلو، عمل ضعيف جدا، لأنه شنو اللي مطلوب؟ مطلوب هو 34 متر وحنا يلا داز 18. اللي سمعنا الآن من بعض المقربين تيأكدوا بأنهم على جد مقربة من المكان على بعد 5 أو 6 أمطار، وهذا شيء يثلج الصدر إلا توفقوا فيه بطبيعة الحال. علاش؟ لأنه المسألة أخرى، ريان طفل صغير عنده 5 سنوات، الله عز وجل اللي علم به دابا في هذا الغار كيدير، هل هو لا زال قويا شيئا ما؟ أم خارت قواه؟ أم مجموعة من الأسئلة تطرح؟ ليس لنا جواب، الله عز وجل اللي كيعلم ذاك الطفل والملائكة ديالو الوضع ديالو. حنا مربوطين بهاد الامور اللي كيعطيونا حاليا، حنا نبحث بشتى الطرق من اجل ايصال الرسائل الصحيحه للراي العام. ممكن بعض في الاوقات نتوفقوا وممكن في بعض الاوقات ننتظر. حاليا العمل بدون توقف، الكل على قدم وساق من اجل الوصول الى المبتغى، ولكن يبقى دائما الهدف اللي كنتظروا جميعا حنا اللي في عين المكان بجميع المؤسسات والإجهزة، وكذلك المغاربة في المغرب وخارج المغرب، وكذلك بعض الدول المتعاطفة مع اسم ريان. أعتقد بأنه في مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتكلم باسم ريان، لأنه سؤال طفل ما ذنبه؟ إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر. حاليا نبحث عن منهجية محكمة من أجل فك هذا اللغز، وكنطلب الله عز وجل مرة أخرى والدعاء للمغاربة أننا ندعو مريان يتنقد، الكل يساهم في المسؤولين انطلاقا من العامل انطلاقا من النيابة العامة كذلك انطلاقا من جميع الأجهزة، قوة المساعدة الدرك ليل نهار من أجل وصول الهدف. وعلامة استفهام كما قلت في السابق طرحتها في المختصين في الشأن المحلي، الغياب التام. إلا كاين شي سؤال؟ سجلنا حضور ديال النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك، كذلك سجلنا حضور ديال السيد عامل الإقليم، في نظركم أنتم كمتمرسين وكرجال إعلام، أشنا هو سبب غياب ديال هاد المنتخبين؟ وحين أنهم هما الأولين خصهم يكونوا حاضرين في هاد الحادثة اللي وقعت لريان. وأعتقد بأنه مسألة الشأن المحلي لا يمكن تحليلها، لأنه الغياب ديالو كيشرح بزاف ديال علامات استفهام، الاسباب والمسببات. هاد المنطقه اللي فحنا ما عندهاش رئيس الجماعه، ما عندهاش منتخبين، ما عندهاش المكتب البرلماني اللي تابع لهاد المنطقه، ناخذوا هاد القبائل هاد الدوار اللي حنا فيه، ناخذوا منزل ولا جوج ولا ثلاثه واللي صوتين عليك واللي تتحمل انت المسؤوليه ديالهم امام الله. هاد الغياب التام هذا هو واقع الحال، لم نتوصل بحضور احد هاد الاطراف سواء لا الشأن المحلي ولا البرلماني في المنطقه. فيما يخص النيابه العامه بطبيعه الحال حق التتبع، الشق القانوني، منهجيه الاشتغال، لانه الحق المدني هي المسؤوله عليه، السيد العامل هو المسؤول على المنطقه ويمثل صاحب الجلاله، هذا دوره، وهما حاليا قايمين بالواجب، القائد كيقوم بالواجب، الدرك الملكي، قوة المساعدة، هادو الوقاية المدنية، الشركة المختصة، هادو الناس اللي كاينين في عين المكان، إلا أن الفئة الأخرى موضوع النقاش. شكرا الزميل يوسف على التوضيحات كلها، كنتمنى نتلاقاو في فرصة أخرى مثلا، وبقى معنا إن شاء الله باش تشوف فينا بكل جديد باش المشاهدين ديالنا يبقاو في الصورة. سوف أبحث ما أمكن في الموضوع لتنوير الرأي العام أكثر، ونرى الإشارة. شكرا لكم.